قصص مأساوية ترويها بعض عائلات المهاجرين في السويد، لا سيما العرب منهم والمسلمون. إدارة الخدمات الاجتماعية تنتزع الأطفال من أحضان أمهاتهم بزعم تعرضهم للتعنيف اللفظي أو العنف العائلي. مزاعم تنفيها العائلات في كثير من الأحيان إلا أن إدارة السوسيال السويدية لا تلتفت لذلك مستندة إلى قانون صدر سنة 1990 يمنح الإدارة صلاحية انتزاع الأطفال بالقوة من منازلهم أو من المدارس دون علم أهلهم بل ودون إذن قضائي وتتجاهل السلطات السويديه الاثار السلبيه المترتبه على ذلك اذ قد يتعرض الاطفال المنتزعون من اسرهم لمشكلات نفسيه واجتماعيه من جراء فقدانهم للامان والاستقرار الاسري ناهيك عن مخاطر تنشئه الاطفال في بيئه ثقافيه ودينيه مختلفه عن بيئه عائلاتهم الاصليه كما قد تتدهور صحتهم العقليه والعاطفيه لا سيما ان هناك شهادات من أطفال عادوا من السوسيال بعد وصولهم سن البلوغ تفيد بتعرضهم للتعنيف والضرب من جانب الأسر البديلة التي أودعتهم السلطات لديها، ما يكذب مزاعم سعي السلطات لحمايتهم. العنصريه والفساد عاملان اخران يتحكمان الى حد بعيد في اجراءات السلطات السويديه فيما يخص اطفال اللاجئين العرب والمسلمين فبحسب التقارير حقوقيه فان هناك استهدافا للعائلات المسلمه بصوره اكثر كما ان هناك موظفين يختارون الاسر البديله للاطفال مقابل مبالغ ماليه غير قانونيه تدفعها تلك الاسر التي تتلقى بدورها مبالغ تصل الى ما يعادل الفي دولار شهريا عن الطفل الذي تستضيفه من جانبها تحاول عائلات اللاجئين المتضرره والنشطون الحقوقيون تنظيم حملات ضغط متواصله على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل وقف هذه الانتهاكات املين ان تثمر تلك الجهود عن تعديل في القانون السويدي يقر باختلاف الثقافات ويحترم قيمه العائله واهميتها لدى اللاجئين من العرب والمسلمين